مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في صفحتنا الجديدة. اليوم لدينا مفاجأة مميزة وطريفة جدا، حيث تشاركنا الأستاذة نهى عاطف قصة تحمل في طياتها الضحك والبهجة. لنستعد لسماع القصة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي قصة المحتال والحمار. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان هناك محتالا اشترى هذا المحتال حمارا وملأ دبره نقود من الذهب رغما عنه، ثم أخذه إلى حيث تزدحم الأقدام في السوق فنهق الحمار، فتساقطت النقود من دبره، فتجمع الناس حول المحتال. ما هذا؟ إن الحمار يخرج نقودا، أهذا معقول؟ فقال لهم المحتال إن هذا الحمار حمار سحري، كلما نهق تساقطت النقود من دبره. وبدون تفكير بدأت المفاوضات حول بيع الحمار، واشتراه كبير التجار بمبلغ كبير جدا، لكنه اكتشف بعد ساعات بأنه وقع ضحية عملية نصب غبية. فانطلق مع أهل المدينة فورا إلى بيت المحتال وطرقوا بيته، فأجابتهم زوجته أنه غير مولود، لكنها لديها فكرة عظيمة، سترسل الكلب وسوف يحضره فورا. فعلا انطلق الكلب الذي كان محبوسا فهرب لا يلبي على شيء، لكن زوجها عاد بعد قليل وبرفقته كلب يشبه تماما هذا الكلب الذي هرب. طبعا نسوا لما جاءوا وفوضوا على شراء الكلب، واشتراه احدهم بمبلغ كبير، ثم ذهب الى البيت واوصى زوجته ان تطلقه ليحضره، ثم قال لها بعد ذلك اذا اردتني ابعتي لي هذا الكلب ليحضرني. بعد ذلك أطلقته الزوجة، لكنه هرب هو الآخر ولم يروه بعد ذلك، فعرف التاجر أنه تعرض للنصب مرة أخرى، وذهب إلى التجار وقص عليهم القص. فانطلقوا إلى بيت المحتال، ودخلوا هذه المرة البيت عنده فلم يجدوا سوى زوجته، فجلسوا ينتظرون، ولما جاء نظر إليهم ثم إلى زوجته وقال لها لماذا لم تقومي بواجبات الضيافة لهؤلاء الأرقام؟ فقالت الزوجة إنهم ضيوفك فقم بواجبهم أنت. فتظاهر الرجل بالغضب الشديد وأخرج من جيبه سكينا، هذه السكينة مزيفة من ذلك النوع الذي يدخل فيه النصل بالمقبض، وطعنها في الصدر حيث كان هناك بالونا مليئا بالصبغة الحمراء، فتظاهرت الزوجة بالموت، وصار الرجال يلومونه على هذا التهور، فقال لهم لا تقلقوا فقد قتلتها أكثر من مرة وأستطيع إعادتها للحياة مرة أخرى. وفورا أخرج مزمارا من جيبه وبدأ يعزف، فقامت الزوجة على الفور أكثر حيوية ونشاطا، وانطلقت لتصنع القهوة للرجال المدهوشين، فنسى الرجال لماذا جاءوا وصاروا يفاوضون على المزمار، حيث اشتروا منه بمبلغ كبير جدا، وعاد الذي اشتراه منه وطعن زوجته، وصار يعزف فوقها ساعات وساعات فلم تصحو. وفي الصباح سأله التجار عما حدث معه، فخاف أن يقول لهم أنه قد قتل زوجته، فادعى أن المزمار يعمل وأنه تمكن من إعادة إحياء زوجته، فاستعاره التجار منه وقتل كل منهم زوجته. وبعد أن طفح الكيل مع التجار ذهبوا إلى بيت المحتال ووضعوه في كيس كبير وأخذوه ليلقوه في البحر، وصاروا به حتى تعبوا فجلسوا للراحة فناموا، وصار المحتال يصرخ من داخل الكيس أجدوني أجدوني إنهم لسارقون. فجاء راعي غنم وسأله عن سبب وجوده داخل الكيس وهؤلاء نيام، فقال له أنهم يريدون تزويجي من بيت كبير التجار في الإمارة، لكني أعشق ابنة عمي ولا أريد بنت الرجل الثري، ولقد وعدتها بالزواج. وكالعادة طبعا
أقنع صاحبنا الراعي بأن يحل محله داخل الكيس، طمعا بالزواج من ابنة كبير التجار. فدخل مكانه، بينما أخذ المحتال أغنامه وعاد للمدينة. ولما نهض التجار ذهبوا وألقوا الكيس بالبحر وعادوا للمدينة مرتاحين منه، ولكنهم وجدوه أمامهم. ما هذا؟ ولكنه ليس وحده، كان معه 300 رأسا من الغنم. فسألوا: ما هذا؟ أهذا معقول؟ كيف أتيت إلى هنا؟ وما هذه الأغنام؟ فأخبرهم بأنهم لما ألقوه بالبحر خرجت حورية وطلقته وأعطته ذهبا وغنما وأوصلته للشاطئ، وأخبرته بأنهم لو كانوا رموه بمكان أبعد عن الشاطئ لأنقذته أختها الأكثر ثراء، والتي كانت ستنقذه وتعطيه آلاف الرؤوس من الغنم، وهي تفعل ذلك مع الجميع. كان المحتال يحدثهم وأهل المدينة يستمعون، فانطلق الجميع إلى البحر وألقوا بأنفسهم فيه، وأصبحت المدينة بأكملها ملكا للمحتال. خلصت قصتنا، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتنا الجديدة. باي باي.